صباح الخير من جديد لك لارا، وصباح الخير لابراهيم ايضا. اهلا وسهلا فيك، موجود حاليا بالزرقاء، احكي لنا شو الوضع عندك، كيف الاجواء؟ اكيد لارا، ولكن اسمحي لي ايضا اصبح من خلالك ومن خلال هذه النافذه الصباحيه من برنامج يوم جديد، صباح على كل اخواننا المشاهدين وين ما كانوا من داخل وخارج حدود المملكه، دائما بهذه الصباحات وهذه النافذه اللي بنطل عليكم فيها يوميا من كافه محافظات المملكه الاردنيه الهاشميه. اليوم احنا معكم من محافظه الجيش والعسكر، ومحافظه غاليه علينا جميعا هي محافظه الزرقاء. تحدث اليوم عن تطور هذه المحافظه في كافه الميادين، تحدث عن تطور المدن داخل محافظه الزرقاء، منها مدينه الشرق، مدينه الملك عبد الله بن عبد العزيز. اليوم راح اتحدث اكثر عن مدينه الشرق، مدينه الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع ضيفنا الكريم المختار عبد الله شموط، وصب عليه. استاذ عبد الله صباح الخير ويعطيك الف عافيه. صباح الخير استاذ رعد، اهلا وسهلا فيكم. يا استاذ عبد الله، احنا دائما نفتخر بمدينه الزرقاء ومحافظه الزرقاء لانه لها خصوصيه تحديدا، وما تسمى مدينه محافظه الجيش والعسكر وبنعرف هذا الشيء، ولكن اليوم التطور اللي صار على محافظه الزرقاء وتحديدا مدينه الشرق اللي احنا موجودين فيها. بدايه بنرحب بفريق برنامج يوم جديد، واهلا وسهلا فيكم. وبداية أنا بقول رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. طبعا أنا بدي أتكلم يعني بشكل مختصر عن مدينة الشرق، مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز. وهاي المدينة طبعا الذي تضم عدد كبير من أبناء الزرقاء من شتى الأصول والمنابت ومن شتى يعني فئات المجتمع. طبعا مدينة الشرق تأسست حوالي قبل 20 سنة أو 15 سنة بالمضبوط، ويقطن هذه المدينة حوالي فوق 25 ألف مواطن طبعا، وفي ازدياد مستمر سيد رعد. والأمور إن شاء الله يعني بالنسبة لمدينة الشرق هي هاي المدينة النموذجية طبعا الحمد لله التي نعتز بها ونفتخر بها نحن الأردنيين وأبناء الزرقاء، كونها كانت يعني زي ما تظلت مدينة الجند والعسكر يعني المعسكرات القديمة، والآن إحنا مدينة الشرق هي تحت إشراف مؤسسة موارد، ومدينة الشرق لا يوجد فيها بلدية، وإحنا نتمنى كأهالي نتمنى أن يكون عندنا بلدية مستقلة لمدينة الشرق. بدي أسألك معلش قطعتك أستاذ عبد الله عن التنظيم اللي إحنا بنشوفه الآن. هذه المدينة اليوم منظمة بشكل رائع جدا، نعم. كبيوت، كشوارع تنظيمية، خدمات أيضا مقدمة لأي واحد يمكن يسكن بمدينة الشرق. تحكينا عن هاي الخدمات. أكيد هي مدينة الشرق، أنا قلت لك مدينة نموذجية طبعا بتنظيم من الدرجة الأولى، واهتمام كبير طبعا من المسؤولين والقائمين على هذه المدينة. طبعا ما في عشوائيات يعني، وأكثر شيء يعني إقبال عليها باستمرار، يعني دائما الأهالي أو الناس بتحاول تشتري في أراضي وتبني، لأنه فعلا هي يعني مدينة نموذجية وفيها خدمات صراحة، مثلا الكهرباء ممتاز فيها، النظافة ممتازة، يعني بعض الخدمات ممكن فيها شوية بعض السلبيات مش راح نتحدث عنها، لكن يعني كمدينة يعني احنا بنعتز وبنفتخر فيها. والمدينة طبعا يعني بتقدم سريع، وطبعا زي ما شايفين يعني فيها مثلا طرق وشوارع وبنية تحتية ما شاء الله، يعني على يعني على مستوى عالي جدا صراحة، وفي اطمئنان من كل الأهالي يعني، بس في بعض المناطق بتخلاش يعني من بعض السلبيات وهيك يعني موجود في المجتمع. بنعرف أستاذ عبد الله عن بعض المناطق أو في محافظة الزرقاء اللي احنا نحترمها دائما وبنعز هذه المحافظة الغالية علينا، صار اليوم يعني ازدحام، صار الشوارع نحكي مليئة. اليوم ما يميز مدينة الشرق اليوم بأي مدينة في مدينة الزرقاء، أي مكان في مدينة الزرقاء، أنه اليوم مكان واسع مريح للجميع. ما هي الخطة المستقبلية من مدينة الشرق، وأيضا ممكن إنشاء مدن أخرى أيضا؟ أكيد سؤال جميل جدا. يعني إحنا صراحة أهل الزرقاء، هاي مدينة الشرق منفس لأهالي الزرقاء، يعني صراحة يوميا يعني بتلاقي شوارع المدينة والجزر الموجودة اللي فيها اكتظاظ كبير، يعني يوميا يعني بأخذوا برتاحوا في المدينة كون هي فيها متسع وفيها شوارع وفيها جزر الحمد لله. يعني إحنا صراحة جلالة الملك الله يطول عمره عندما تقلد الحكم طبعا كان همه الوحيد أنه يجد إسكانات الشعب الأردني، وإحنا بغض النظر يعني إحنا مدينة الشرق هي بتضم
الفلل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ضاحة الأميرة سلمى، إسكان الكرامة، سكن كريم لعيش كريم اللي هو مبادرة داخل مدينة الشرق، داخل مدينة الشرق اللي هو مبادرة من جلالة الملك المفدى. ويعني الحمد لله، يعني زي ما قلت لك إنه المدينة نموذجية ومدينة يعني صراحة نتمنى من المستثمرين إنه يستثمروا في هاي المدينة، يعني زي مثلا إنشاء حدائق، مثلا إنشاء ألعاب ترفيهية للأطفال. يعني في عندنا ساحات وفي عندنا أراضي متسعة، يعني أتمنى يعني من المسؤولين أو القائمين إنه يفتحوا المجال للمستثمرين يستثمروا ويوجدوا خدمات أفضل وأحسن. ورغم أنه يعني الخدمات موجودة الحمد لله، بس نتأمل في المستقبل القريب أنه يكون هناك استثمار لهذه المدينة ونستغلها الأراضي الشاسعة الكبيرة الموجودة هون. رسالتك إلى أخواننا يعني بمدينة الزرقاء وتحديدا مدينة الشرق، شو بتقولهم؟ وأيضا أخواننا المشاهدين بزيارة محافظة الزرقاء الجميلة اللي إحنا دائما بنحبها. وشوف يعني صراحة أنا رسالتي، أنا كمواطن في هاي المدينة ومختار لهاي المدينة طبعا، وفي عندنا هيئة اختيارية طبعا، في معي مساعدين اثنين اللي هو أبو شادي المعيطة وأبو إبراهيم توبي اللي احترمهم، وفي عندنا كمان صراحة احنا في عندنا يعني لجان خدمات، وهاي الخدمات اللجان مشكلة من الأهالي بشكل يعني مستمر بشكل يعني تطوعي، والحمد لله قدموا وكانوا تواصلوا مع المسؤولين وقدمنا شغلات كثيرة، منها مثلا إنشاء مركز صحي، ونتمنى من المسؤولين أن يكون إنشاء المركز الصحي يكون شامل، مثلا إنشاء المسجد زين العابدين، ترميم مسجد الهندسة، ووضع يعني إشارات المرور والضوئية في المدينة. يعني كان للجنة الأهالي كان دور كبير بإنشاء الشغلات اللي إحنا مضرورية للمواطن، والآن تم تشكيل مجلس خدمات منبثق من مؤسسة موارد وبقوم في المهام هذا إن شاء الله، بس تنقصوا الأمور المادية. نتمنى يعني أنه يكون هناك مخصصات لهذا المجلس حتى يخدم المنطقة. وأنا يعني صراحة بشجع كل إنسان حاب أنه يكون له بيت أو فيلا في مدينة الشرق، يعني هاي المدينة يعني الإنسان بيرتاح فيها وجميلة وفيها كامل الخدمات. أنا بدي أشكرك مختار مدينة الشرق أستاذ عبد الله شموط، كل الاحترام لك، والله يسعد صباحك ويسعد وجه البشوش. الله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم، وحنا بنرحب فيكم دائما، والتلفزيون الأردني عزيز علينا كثير كثير، هذا التلفزيون الوطن والتلفزيون الأردني الحبيب، يعني أهلا وسهلا فيكم. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام دائما بهذه الإطلالات الصباحية الجميلة دائما بكافة المحافظات، دائما نحب نطلع عليكم من أكثر من مكان، من أكثر من محافظة. اليوم نتحدث عن مدينة الجند والعسكر، مدينة الزرقاء ومحافظة الزرقاء اللي احنا دائما بنحبها. اليوم المحافظة الزرقاء بهذه الجولة الصباحية من مدينة الشرق تحديدا، كنا معكم بهذا الرابط المباشر الصباحي اليومي، وإن شاء الله بالأيام القادمة رح أكون معكم بمواقع كثيرة أيضا من محافظة الزرقاء أو مع أي زميل من أي محافظة في مملكتنا الأردنية الهاشمية. عودة إلى لارا وإبراهيم لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.